مسيرة شعبية حاشدة انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد تحت شعار المقاومة خيارنا. هي استمرار لحراك الشارع الأردني، هذا الحراك الذي لم يتوقف منذ اليوم الأول للعدوان على أهلنا في غزة، وكان يعبر باستمرار عن دعمه لأهلنا في غزة وعن رفضه للعدوان الإجرامي الذي يشنه الكيان الصهيوني ضد غزة. وطالب المشاركون الحكومة بعدم الاكتفاء بطرد سفير الكيان الصهيوني لدى عمان وعدم التوقيع على اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، مطالبين إياها بإلغاء اتفاقيتي الغاز ووادي عربة. هاي المسيرة بدعوة ملتقى الوطن لدعم المقاومة وحماية الوطن، جئنا لنقول بأن الخيار المقاومة هي خيار الشعب الأردني، وأن شعبنا بكافة فئاته وحسياته السياسية يصطف خلف المقاومة في فلسطين، هذه المقاومة التي توقع الآن بالاحتلال وأجبرته وأرغمته على القبول بشروطها سواء في موضوع التفاوض أو في موضوع الإخلاء الأسرى. هذا الوقفة جاءت من أجل الدفاع عن غزة وعن أهلنا في غزة، وهي القضية قضيتنا وليس تضامنا، نحن أهل قضية، وهذا واجب علينا مظاهرة، واجب علينا أن نكون مع أهلنا في فلسطين ومع في غزة تحديدا. وأكد المشاركون دعمهم خيار المقاومة في مواجهة حرب الإبادة التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة، مشددين على أن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة.